السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب من أكاديمية بي برو تريدر، والتحليل الأسبوعي للسوق السعودي من يوم 6 مارس حتى يوم 10 مارس. إن شاء الله يكون أسبوع موفق عليكم جميعا بإذن الله. هنبتدي بالمؤشر العام، وقبل ما ابتدي المؤشر العام إن شاء الله في الفيديو ده في الديسكريبشن هنحط التوقيت بتاع كل سهم في الديسكريبشن، عشان في ناس طلبت الموضوع ده كتير. وانا قلت قبل كده يا جماعه الموضوع ده مش انا اصلا اللي برفع الفيديو، في فريق مختص بالفيديوهات هو اللي بيرفعها، هو اللي بيعمل كل حاجه. فانا اتكلمت معاهم وقلت لهم نرجع نعمل تاني زي الاول عشان الناس عايزه الكلام ده. فان شاء الله في الفيديو ده هنعمل اللي حضراتكم طلبتوه. هنبتدي بالمؤشر العام، والمؤشر العام طبعا خلال تداولات الاسبوع الماضي شفنا اختراق لمستويات ال 12662، وبعد اختراق المستويات دي كان يوم الاربع عمل ريتست، كان يوم الثلاث عمل الاختراق، يوم الاربع عمل ريتست، والخميس بدأ يصعد تاني. والاغلاق طبعا الاسبوع عندنا كان اغلاق كويس جدا واغلاق ممتاز بيدعم الصعود على المؤشر. فان شاء الله انا شايف ان احتمال نستمر في التداولات الصاعده طالما احنا اعلى ال 12662. طبعا عندنا المستهدف القادم 13542، ده بالنسبة للمؤشر العام. خلينا ناخد الأسهم اللي حضراتكم طلبتوها خلال الفيديو الماضي. عندنا حوالي 28 سهم. عندنا أول سهم متطورة، ادي سهم متطورة، سهم متطورة واقف عند منطقة الطلب بتاعتنا ما بين ال 46 30 لحد ال 47 35، منطقة طلب إلى حد ما كويسة، بس للأسف آخر مرة نزل ليها ما عمليش قمة أعلى من القمة اللي قبلها، فبدأ ينزل تاني. فأنا شايف لو لا قدر الله طبعا كسر ال 46 30 واغلق اسفلها، هنروح للمستوى منطقة الطلب اللي بعدها اللي هي تكون ما بين ال 43 20 لحد مستوى ال 42 تقريبا. هنشوف دلوقتي منطقة الطلب بتاعتنا فين بالظبط، اهو 42 55 لل 43 20، دي منطقة الطلب الثانية اللي ممكن في حالة كسر ال 46 30 يوصل ليها. ولو وصل هنا وبدأ يدي برايس اكشن، اتوقع ان هو يبتدي يصعد تاني لحد ال 54. طب لو بدأ يدينا برايس اكشن من هنا هنشتري، بس هنشتري بإيه؟ هنشتري بحذر، ونبتدي نزود كمياتنا بعد اختراق ال 49 85، هيكون مستهدفنا برضو ال 54. في حالة اختراق ال 54 او منطقة العرض اللي هي ما بين ال 54 لحد ال 55 40، اتوقع ان احنا ممكن نشوف مستويات ال 59 40 ان شاء الله، بس ده طبعا هياخد وقت شوية لان احنا بنتكلم على صعود تقريبا 25.5%. تمام، بس زي ما قلنا لو كسر ال 46 30 ينزل معانا للمنطقة اللي تحت دي ومنها يكون الصعود. وطبعا احنا متعودين ان احنا مفيش اي شراء بالنسبة لنا بيحصل غير بيكون بدايته برايس اكشن، لان برايس اكشن هو اللي بيحدد لي المشتري دخل في السوق ولا لا. ده بالنسبة لسهم متطورة. ننتقل للسهم التالي، سهم عزيب للاتصالات. وسهم عزيب للاتصالات كسر نقطة دعم قوية عند ال 65 58، النقطة دي بعد ما كسرها طلع عمل ريتست وبدأ ينزل تاني. فأنا شايف إن هو ممكن يستمر في الهبوط لحد منطقة الطلب بتاعتنا اللي ما بين ال 53 73 لحد ال 57 51، دي منطقة طلب ممتازة. شايفين كان نازل بقوة، بدأ يقف هنا، بدأ يصعد تاني. فلو وصل للمنطقة دي مرة تانية وبدأ يدينا برايس أكشن منها تكون فرصة كويسة إن شاء الله إن إحنا نستهدف ال 88 75 مرة أخرى. طبعا مرورا بالأهداف اللي أمامنا دي، كل ما يطلع لمقاومة ويخترقها نستهدف المستوى اللي بعدها. والاختراق مش معناته ان هو يخترق بس، لا، لازم اغلاق كمان اعلى المستوى اللي احنا بنتكلم عليه. ده بالنسبة لسهم عزيب للاتصالات. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم دار الاركان. ادي دار الاركان، دار الاركان ما شاء الله طبعا طلع معانا المستويات ال 11 ريال 24 هللة. اتكلمنا على سهم دار الاركان من ايام ما كان ب 9 96، وقبلها كمان من 8 89، طلع معانا وصعد بقوة. وطبعا كان عندنا نموذج العلم، قلنا باختراق نموذج العالم ده هيصعد معانا المستويات ال 15 ريال تقريبا او ال 14 90، هو دلوقتي وصل ال 11 24. انا شايف ان الطريق قدام سهم دار الاركان فاضي، ممكن يصل معانا كاهداف مبدئية بس هنا عند ال 12 42. بعد ال 12 42 في حالة الاختراق والاغلاق عليها
طريق هيبقى قدامه فاضي ان هو يجيب ال 14 70 وبعدين ال 15 ريال ان شاء الله، ممكن اكتر كمان من 15 ريال لحد ال 16 ريال و12 هللة. ده بالنسبة لدار الأركان. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم كيان. سهم كيان برضو صعد معانا بقوة، كنا محللينه ان احنا في اب ترند، نزل ارتكز على الترند ده، بدأ يدينا برايس اكشن ممتاز، بدأ يصعد معانا، وصل للاهداف بتاعتنا كلها تقريبا. كان عندنا الهدف الاول ال21.50، قلنا اختراق المستوى ده يوصلنا ل22.90. طبعا احنا كان عندنا يوم الخميس الترا هاي فوليوم، الفوليوم ده كان يعتبر اكبر فوليوم من فترة، يعني كان عندنا كلام اكبر فوليوم كان عامله يوم 24/10 تقريبا، نفس الفوليوم ده حصل يوم الخميس اللي فات، فبقالنا اكتر من حوالي 4 شهور او 5 كمان ما عملش الفوليوم الكبير ده، وشفنا الصعود القوي اللي حصل يوم الخميس. فممكن بعد الفوليوم العالي، احنا متعودين دايما بعد الفوليوم العالي بيحصل تصحيح زي ما حصل هنا كده، فين الفوليوم العالي بتاعنا اهو في الشمعة دي، بعدها حصل ايه؟ حصل تصحيح. طيب احنا التصحيح بتاعنا ده هيمتد لحد فين؟ التصحيح بتاعنا ده احنا بنحط خط عند الهاي بتاع الشمعة وخط عند اللو بتاع الشمعة. لو اخترق الهاي واغلق عليها اللي هي تقريبا متوافقة معانا مع منطقة المقاومة اللي عند ال 22.90، ده الهاي. اللو بتاعنا متوافق معانا مع منطقة طلب، كانت منطقة عرض ودلوقتي حصل تبادل للأدوار بقت منطقة طلب، فمتوافقة معانا مع المستويات اللي احنا حاطينها تقريبا. فلو نزل صح هينزل يعمل ريتست لل 21.16 21.50 المنطقة دي، ولو ادانا منها برايس اكشن نبتدي نحط مراكز شرائية تانية هنا ونستهدف ال 22.90. في حالة اختراق ال 22.90 هنتطلع لمزيد من الأهداف إن شاء الله. ده بالنسبة لسهم كيان. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم ساكو. سهم ساكو للأسف كمل هبوط وعندنا إغلاق أسبوعي سيء جدا، شايفين الهبوط كان قوي إزاي، بس هو دلوقتي واقف عند نقطة دعم كويسة اللي هي 43 95 أهو، نقطة دعم كانت هنا نقطة قوية، فخلينا نشوف هل هيدينا إشارة ولا لا. هو كسرها ولكن الكسر مش أقوى حاجة، مش أفضل حاجة يعني، فخلينا نشوف تأكيد. لو أكد الكسر تحت ال 43 95 فكده هيكمل معانا بنسبة كبيرة لحد ال 33 15 36 36، وده طبعا هيكون هبوط قوي جدا، احنا بنتكلم في حوالي 10 ريال، يعني بنتكلم في 32% هبوط، إلا إذا طبعا بدأ يحصل صعود من هنا. وده ممكن الكسر اللي حصل ده أنا شايفه ضعيف، ليه؟ لأن هو الحجم الشمعة مش كبير تحت نقطة الدعم، فممكن ده يكون كسر كاذب بنسبة كبيرة. فخلينا برضو نشوف المؤشرات الاستوكاستيك هل في تشبع ولا لا. التشبع يعني قرب من التشبع بس مش أفضل حاجة طبعا، ف وجهة نظري ان هو لسه ليه هبوط للاسف. انا طبعا اتمنى ان هو يصعد عشان لو حد معاه السهم ومتورط فيه، فاتمنى ان هو يصعد من المنطقة دي، بس لو اكد كسر زي ما قلت هينزل ل 33 15 36 36. طبعا ساعتها هتقول لي هعمل ايه، لو تقدر تاخد شورت سيلينج تستفاد بالنزول يبقى تمام، لو مش بتشتغل بالشورت سيلينج ومش عايز تبيع يبقى ما قدامكش حل غير انك تستمر مع السهم، ولما ينزل لل 33 15 لل 36 36 تسوي له افريج من المنطقه دي وتصعد معايا تاني بضعف الكميه تقريبا من هنا عشان يبقى الافريج بتاعك قليل. ده بالنسبه لسهم ساكو. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم دار المعدات. ودار المعدات من الاسهم اللي هي لسه جديده، فنلاقي الشارت بتاعها يعني مش جايب لنا افضل حاجة، فنشتغل بقى على الربع ساعة كده عشان نشوف الحركة بتاعة السهم. هنا كان في منطقة تجميع تمام ما بين 67 63 لحد 70 70. 70 70 دي الشمعة بتاع الربع ساعة هي اللي حصل فيها الفوليوم العالي هنا اهو، وبدأ يصعد معانا بقوة من 70 70، صعد معانا لحد مستويات 86 60. فانا شايف ان هو لو نزل للمنطقة دي مرة تاني، هو دلوقتي بيجمع برضو هنا، شايفين التجميع هنا على الربع ساعة اهو، لو خرج بره الرينج ده ممكن نشوف
صعود بقوة. لو ما خرجش فأنا استنى ان هو ينزل تاني ال 70 70 67 63 ويديني برايس اكشن كويس، ساعتها ممكن ابتدي اشتري معاه. لكن لو ما اداش برايس اكشن على الربع ساعة ممكن يكسر، هينزل للنقطة دي ال 64 40، ولو كسر ال 64 40 ينزل معانا لحد ال 57 20 اللو بتاعه اللي ابتدى عنده اصلا. فخلينا نشوف، هو لحد دلوقتي مفيش فرصة عليه غير لو اداني برايس اكشن، ساعتها هبتدي اشتري على طول، لان ده الدعم بتاع الفوليوم العالي اللي عندي الالترا هاي فوليوم. اللي هنا ده اكبر فوليوم تقريبا دخل في السهم من ساعة لما السهم بدأ اهو، ده اكبر فوليوم كان حوالي 1,775 مليون، فده اكبر فوليوم دخل في السهم. هتلاقيه كان في اول يومين في الاكتتاب تقريبا، او اول يومين في عفوا في الطرح، فساعتها ده دخل فوليوم عالي، طلع صانع السوق طلع السهم من ال 70 70 لحد ال 86 60، يعني احنا بنتكلم في حوالي 25% او 22.5% تقريبا. فاحنا خلينا دايما مع صانع السوق نشوف الاماكن اللي بيدخل منها ونبتدي نحط المراكز بتاعتنا في نفس المكان. طبعا حد يقول لي طب ما انا ممكن اشتري دلوقتي. ماشي، ما انت هتشتري دلوقتي بس لسه ما فيش مشتري قوي ظهر، يعني عشان كده انا مش راضي ادخل. بس لو حابب تدخل ادخل بكميات بسيطة، بحيث لو نزل تاني ممكن تحط مراكز تانية هنا. وقف الخسارة بتاعك هيكون فين؟ وقف الخسارة بتاعك لو كسر ال 67 63 واغلق اسفلها، ده وقف الخسارة بتاعك. لو كسر النقطة دي فخلاص اخرج من السهم. هدفك فين؟ هدفك ال 86 60. ده بالنسبة لسهم دار المعدات. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم اسمنت الشرقية. ادي اسمنت الشرقية طبعا برضو داون ترند واضح جدا عندنا هنا، ادي الداون ترند بتاعنا تمام. هو كان عند منطقة طلب عند ال 42 80 لل 44، منطقة الطلب دي كسرها واغلق اسفلها، طالع دلوقتي يعمل لها ريتست تاني. شايف ان هو لو ما صعدش اعلى المنطقة دي هينزل لحد ال 41، ومن ال 41 نبتدي نفكر في الشراء زي ما حصل هنا كده. هنا كان طالع، بس هنا كان الفرق ان هو كان في اب ترند، كان صاعد بعد كده بدأ يصحح شوية، ارتكز هنا عمل لي دعم كويس بعدين بدأ يصعد تاني. فالنقطة دي لو وصل لها تكون أول مرة يوصل لها من شهر 2 2021، يعني من سنة تقريبا، وهتكون نقطة قوية. خلي بالنا برضو إن النقطة دي اللي هي ال 41 هي النقطة اللي مسؤولة عن آخر قمة عملها السهم عند مستويات ال 58 ريال تقريبا. فلو وصل للمنطقة دي هتكون نقطة كويسة جدا، لو ظهر منها برايس اكشن ممكن نبتدي نشتري، بس مش هنشتري بكميات كبيرة، هنبتدي نزود الكميات بتاعتنا بعد اختراق الداون ترند ده. وبعد اختراق زود بقى براحتك لحد ال 54 وبعدها ال 58 ان شاء الله. ده بالنسبة لأسمنت الشرقية. ننتقل للسهم التالي الفخارية. الفخارية برضو ماشي في داون ترند، كسر منطقة طلب، تحولت دلوقتي لمنطقة عرض. للأسف شايف إن السهم هابط، ممكن يكمل معانا ل 65 50، ومنطقة الطلب هتكون ما بين ال 65 50 لل 69 30، دي المنطقة اللي ممكن يبتدي يرتد منها. وشايف إن هو ممكن يعمل لي هنا نموذج هارمونيك أهو، ده نموذج الباترفلاي او الخفاش، ده نموذج الخفاش اللي هو ممكن يعمله. هو طبعا زي ما قلت قبل كده عشان الناس اللي فاهمه في الهارمونيك هتقول لي انت بترسم كده وخلاص المفروض يبقى فيه نسب. هو طبعا المفروض يبقى فيه نسب، بس احنا بنعمل رسم كروكي كده ويعني بشكل سريع عشان مش هنفضل نعمل نسب، لو عملنا النسب والكلام ده هياخد وقت كبير جدا. فده ممكن النموذج اللي هو يكونه نموذج ايجابي، المفروض اول لما يوصل للمنطقه دي يبتدي يصعد مره تانية. لو ادانا برايس اكشن من 65 50 لل 69 30 يبقى نموذج ايجابي اللي هو بيدعم الشراء لحد ال 88 80. اختراق ال 88 80 نروح لل 94 90، اختراق ال 94 90 هيكون اختراق معانا ترند هابط، وساعتها ممكن نوصل لحد ال 119 ان شاء الله. ده بالنسبه لسهم الفخاريه. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم سولوشنز. سولوشنز يعني من الاسهم الجميله بصراحه اللي انا حبيتها.
السهم ده احنا كنا اشتريناه من 190، كنا مستهدفين ال 202، وصل معانا لل 218، بدأ يصحح تاني. يعني احنا المفروض لو جينا قسنا كده من الموجة الصاعدة الأخيرة دي أهو، المفروض اللي بيحصل ده كله تصحيح للموجة دي، تمام؟ فنزل هو قرب من ال 50 وبدأ يصعد تاني، هو دلوقتي في وايد رينج. احنا المفروض اتكلمنا قبل كده ان السوق بتاعنا بيمشي معانا في 4 اتجاهات، تمام؟ الاربع او 4 اشكال، مش 4 اتجاهات. ال4 اشكال دول ده شكل منهم، احنا عندنا رالي اهو وبيز، تمام؟ يا اما هيحصل رالي جديد يا اما هيحصل دروب. فده هيبقى يعني هنستشف ده منين؟ سواء لو اخترق ال 208 يبقى انا كده عندي رالي جديد. كسر الدعم اللي عندنا تقريبا عند ال 198 اهو، هنا ال 199، كسر ال 199 ممكن نشوف دروب لحد ال 178، تمام؟ فاحنا عندنا هنا اهو رالي اتعمل، ده التصحيح البيس. هنكمل بقى في رالي جديد او دروب جديد، ده زي ما قلنا في حالة الاختراق او الكسر. فاحنا لحد دلوقتي مفيش اي فرصة على السهم عشان ما ندخلش في ريسك، او ندخل ان احنا في الوايد رينج. اسوأ حاجة انك تدخل في الوايد رينج، زي ما قلنا قبل كده استنى صنع السوق وادخل معاه. بص هنا صنع السوق كان بدأ، الفوليوم كان قليل، بدأ يزيد، هنا كان في نقطة دعم، مرة واحدة صنع السوق راح دخل طلع السهم 5.5% في يوم واحد. فخلينا نشوف في الاختراق للمنطقة دي للوايد رينج ده، لو اخترق هنكمل معاه لفوق، لو كسر يبقى هينزل لحد ال 190 مثلا 60، ولو كسر 190 60 زي ما قلنا ممكن يصل لل 178. ده بالنسبة لسهم سولوشنز. خلينا ناخد سهم أسواق العسيم. ادي سهم أسواق العسيم، السهم صعد بقوة، المفروض ان هو قرب لمنطقة طلب ما بين ال 117 80 لل 120، منطقة عرض قوية. شايف ان في حالة اختراق منطقة العرض دي عند ال 120، لو اخترقها واغلق عليها شايف ان هو هيكون فيه صعود بقوة لل 126 48، وبعدين ال 133. لكن لو السهم بدأ يدينا اشارات انعكاسية من المنطقة دي اتوقع يكون فيه هبوط. وطبعا برضو احنا كان عندنا هنا فوليوم عالي، هيقول لي حد هيقول لي دلوقتي طب بعد الفوليوم العالي ما حصلش تصحيح اهو، ما احنا عندنا قلنا ممكن لو في فوليوم اكبر منه ظهر هيكمل صعود. يعني مثلا هنا اهو الفوليوم عالي ده كان اكبر فوليوم، بعدها حصل تصحيح. هنا يوم الخميس ظهر فوليوم برضو، يوم الاربعاء ظهر فوليوم عالي وبعدين كمل صعود. طب كمل صعود هنا ليه؟ لان احنا كان عندنا نقطة مقاومة اخترقها، نزل عمل لها ريتست كمل، مش شرط يكون فوليوم عالي. وهنا هيكمل اهو لل 117 80 120. انا شايف ده الهدف القادم ان شاء الله على سهم اسواق العسيم. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم الخرايف. السهم اتجاهه هابط، شايف ان هو احتمال يكمل نزول بعد كسر ال 99 30، ممكن نشوف استمرار للهبوط. طيب هنستمر في الهبوط لحد فين؟ عندنا منطقة طلب ما بين ال 88 20 لحد ال 90 50، دي منطقة الطلب بتاعتنا، أول منطقة هتبتدي ترد السهم الأعلى في حالة ظهور برايس أكشن منها. في حالة كسر ال 88 20 هينزل معانا ال 82 80، لكن لو ما كسرش وبدأ يدينا برايس أكشن هتكون فرصة ممتازة جدا إن احنا نستهدف ال 103، وبعد اختراق ال 103 هنوصل لل 115 إن شاء الله. ده سهم الخرايف. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم رايدان. سهم رايدان معانا برضو اتجاه هابط، كسر منطقة طلب ونقطة دعم كويسة عند 19 ريال وسبع هلالات. أنا شايف إن السهم هيستمر للأسف في الهبوط، اتجاهه هابط. عندنا ال 17.66 لل 16.35، دي أول منطقة طلب ممكن ترد سهم رايدان لو ظهر منها برايس أكشن. ما ظهرش برايس أكشن يكسر ال 16.35 ويغلق أسفلها ينزل لل 14.38، لكن لو بدأ يدينا برايس أكشن من المنطقة دي ممكن يرجع تاني لمستويات ال 23.23. وطبعا نخلي بالنا برضو لان السوق دلوقتي في حالة
عدم يقين، في حالة عدم استقرار بسبب الحرب والنفط واللي بيحصل. الكلام ده كله مؤثر على السوق، والناس برضو يعني الناس خايفة، مش عايزة ترسك ويحصل فيها زي ما حصل ساعة أزمة الكورونا. فأوقات الحروب والأزمات والوباء والكلام ده كله ما بيبقاش كله، هو طبعا وقت الأزمات بتصنع ثروات، بس برضو لازم يكون في حرص شوية، لأن أنا ممكن في لحظة فلوسي كلها تطير. فده اللي مخلي معظم الأسهم عندنا اللي حليناها لحد دلوقتي هابط بالشكل ده. طبعا هتقولي طب ما المؤشر صاعد، المؤشر ماشي، يعني ايه اتقل سهم في المؤشر؟ عندنا سهم من الاسهم التقيله في المؤشر، سهم ارامكو، وعندنا سابك، دول من الاسهم التقيله جدا، والبنوك والكلام ده كله. فالحاجات دي ما بتخسرش اصلا، يعني البنوك والكلام ده والاسهم اللي هي بتاع البترول، احنا شايفين البترول الاسبوع الماضي كان محقق لنا قمم جديده ومستويات كويسه جدا عند برميل. البرميل كان عامل حوالي 113 دولار، فدي مستويات جديده البترول ما حققهاش قبل كده في تاريخه. فطبعا ده اللي مخلي المؤشر والاسهم زي ارامكو والكلام ده كله محققه قمم جديده، وعلى الاساس ده المؤشر صعد. فنخلي بالنا عشان محدش يخسر فلوسه برضو، ونلتزم بوقف الخساره بتاعنا، ونلتزم بالريسك مانجمنت عشان محدش يخسر الفلوس. ننتقل للسهم التالي، سهم طوكيو، الانماء طوكيو. الانماء طوكيو طبعا عندنا واقف عند منطقه طلب دلوقتي ما بين ال 25 75 لل 23، لسه حتى الان ما فيش اي اشاره لدخول اي مشتري في السوق، فانا هفضل ستاند باي لحد لما يظهر مشتري. عندنا الفوليوم قليل جدا، بدا يقل اهو في البيع، فمعنى ان الفوليوم بدا يقل بالشكل ده، شايفين هنا كان عالي بدا يقل، ممكن نشوف بدايه ظهور اشارات من هنا، وضعف البايع ده هيظهر لما يبتدي يظهر مثلا شموع بديول، ده يقول ان في مشتري كويس بدا يدخل السوق. ولو ظهر برايس اكشن مثلا زي ده، دي شمعه انسايد بار او شمعه انجلفنج او البين بار او اي حاجه من الكلام ده، ساعتها هتكون فرصه كويسه على الانماء طوكيو ان شاء الله. هستهدف من المنطقة دي لو بدأ يديني برايس اكشن، هستهدف ال 36 60 ان شاء الله، طبعا مرورا بالاهداف دي. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم الاسماك. الاسماك برضو داون ترند، قرب يوصل لدعم كويس ما بين ال 44 15، ولو كسر ال 44 15 الدعم التالي 41 65، فهنشوف هيعمل ايه مع ال 44 15. انا متوقع يوصل للرقم ده في بداية يوم الحد. لو وصل لل 44 15 متوقع ان شاء الله ان هو يبتدي يصعد منها في حالة ظهور برايس اكشن. عفوا، لو ظهر برايس اكشن يصعد معانا لحد ال 46 65، وبعد كده ال 49 30 52 90. دي الاهداف اللي انا شايفها على سهم الاسماك، يعني على المدى المتوسط. طيب في حاله اختراق ال 52 90، ساعتها كمان هيكون متوافق معانا مع اختراق داون ترند بتاعنا هنا اهو، ده داون ترند شايفينه، وممكن كمان يعني يكون مكون لي نموذج قناه سعريه هابطه. خلينا نشوف مع بعض كده، لحظة واحدة. طيب ما نمسحها ونعملها تاني، ادي القناة السعرية الهابطة بتاعتنا تمام. فلو اخترق ال 52 90 طبعا هي مش قناة مثالية، هو الترند اللي مظبوط هو اللي فوق، ممكن نعملها ترند زون احسن بقى كده، دي منطقة الترند زون. فلو اخترق ال 52 90 هيكون اخترق معانا الترند زون دي، وساعتها ممكن نشوف في ال 59 40 62 50 65 60، طبعا زي ما قلت بشرط ان احنا يظهر عندنا برايس اكشن من ال 44 15، لان لو ما ظهرش برايس اكشن من المنطقه دي، وانا متوقع للاسف ان هو ممكن يكسر المنطقه دي، لان هو ما عمليش قمه جديده اخر مره، يعني هو هنا نزل صعد عمل قمة عند ال 52 او ال 53 60، بعد كده نزل تاني القمة اللي عملها عند ال 49 30، فالمنطقة ضعيفة.
فخلينا بس نتابع ونشوف البرايس اكشن اللي هيظهر هيكون بفوليوم كويس ولا لا. لو بفوليوم كويس انا ممكن ساعتها اتشجع وادخل في السهم واستهدف الهدف الاول عندي 49 30، اختراقه يوصلني لل 52 90 ان شاء الله. ده بالنسبة لسهم الاسماك. ننتقل للسهم التالي، سهم جزيرة تكافل. ادي سهم جزيرة تكافل امامنا، جزيرة تكافل داون ترند قوي جدا، طلع ارتكز هنا على الترند الهابط وبعدين كمل هبوط، فانا شايف ان هو ممكن يعني يكمل معانا لحد هنا 18.56. هو بالفعل وصل لها 18.56 وكسرها. طيب نقطة الدعم اللي بعدها أو منطقة الطلب اللي بعدها تكون ما بين 17.17 لل 16.18، دي منطقة الطلب اللي هيبتدي يرتد منها سهم جزيرة تكافل. هو المفروض دلوقتي كسر ال 6 ال 18.56، عايز أشوف بس هو كسرها يوم الأربع ولا يوم الخميس. هو كسر يوم الاربع، يوم الخميس طلع عمل ريتست وبدأ ينزل تاني وكسر كمان بفوليوم عالي هنا، فانا متوقع ان هو للاسف ممكن يكمل هبوط لحد المنطقة دي. ولو لاحظنا برضو بصينا على الفريم الاسبوعي، الفريم الاسبوعي قوي جدا جدا جدا، وشايف ان هو ممكن ينزل لحد المنطقة دي يعني بنسبة كبيرة جدا. وانا زي ما قلت قبل كده سهم جزيرة تكافل مش هفكر فيه في الشراء غير باختراق الترند الهابط ده. لو اخترق الترند الهابط ده ساعتها هبتدي افكر في الشراء، ولو اشتريت من المنطقة دي هيكون شراء بكميات بسيطة وازود كمياتي بعد اختراق ال 2019 واللي هو متوافقة معانا مع الترند الهابط. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم الجبس. سهم جبسكو اهو. الجبس طبعا كنت متوقع ان هو يصعد بقوة بعد اختراق خط العنق بتاع نموذج الرأس والكتفين المقلوب، بس كمل هبوط بقوة. كان عندنا نقطة مقاومة قوية، قلنا لو اخترق ال 51 40 ساعتها هيكمل، لكن للأسف ما اخترقش وكمل هبوط. نقطة الدعم اللي جاي عنده عند ال 42 او منطقة الطلب هتكون ما بين ال 42 لل 42 85، هو قرب من منطقة الطلب دي يعني خلاص فاضل له ريال تقريبا بالظبط ويبقى وصل لمنطقة الطلب، ومنها أتوقع إن هو يبتدي يصعد تاني، لأن إحنا عندنا هنا دي موجة صاعدة. لو جينا برضو رسمنا فيبوناتشي من هنا، تعال عم فيبوناتشي، شكرا الكروس أهو. دي فيبوناتشي عندنا هنا، المفروض ان هو يعني نقطة الدعم بتاعتنا او منطقة الطلب بتاعتنا متوافقة معانا مع مستوى الخمسين ومستوى الواحد وستين، قريبة من مستوى الواحد وستين، ومستوى الواحد وستين عند الاربعين ريال واحد وسبعين هللة، بس هي يعتبر قريبة كلها زون واحدة، فانا متوقع ان هو يبتدي يرتد من عند الخمسين اهو. فخلينا نشوف لما يصل للمنطقة دي هيعمل ايه. وطبعا شايفين لما وصل هنا بدأ يصعد قبل كده وهنا برضو بدأ يصعد، فخلينا نشوف لما يصل المرة دي هيدينا برايس اكشن ولا لا. لو ادانا برايس اكشن زي ما قلت هتكون فرصة كويسة جدا على سهم الجبس ان شاء الله. نيجي للسهم التالي، سهم البحر الاحمر. ادي البحر الاحمر، البحر الاحمر طبعا برضو واقف معانا عند منطقة طلب، بدأ يظهر اشارات كويسة على البحر الاحمر، وشايف ان البحر الاحمر لو فضل صامد اعلى ال 20 24 ممكن نشوف ال 23 50 24 50، لكن لو كسر ال 20 24 ساعتها هنشوف هبوط قوي لحد ال 17 10 17 8 و90. ده بالنسبة للبحر الاحمر. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم انعام القبضة. ادي انعام القبضة، انعام القبضة برضو للأسف كسرت ال 73 ريال، كانت نقطة منطقة طلب قوية جدا، بس الكسر برضو مش أقوى حاجة، هو الكسر قوي بس مش أفضل حاجة، وعندنا تشبع بيعي على مؤشر الـ RSI ومؤشر الاستوكاستيك، عندنا تشبع بيعي شايفين أهو التشبع البيعي على الـ RSI وفي تشبع على الاستوكاستيك. ف هشوف مع بداية الافتتاح هيبقى فيه ريتست لل 73 ولا لا. لو عمل ريتست ونزل يبقى ساعتها
أنعام القبضة مكملة هبوط لحد مستوى 60-15، أهو المستوى ده طبعا هيكون نزول قوي، بس هو ده أول مستوى ممكن يرد سهم أنعام القبضة. ممكن نخليها منطقة طلب هنا أهو، من 60-15 ل 65-49 أهو، دي المنطقة بتاعتنا 60-15 ل 65-49، دي المنطقة اللي ممكن يبتدي يرتد منها في حالة ان هو هبط وعمل ريتست وهبط من المنطقة دي، يصل ل 60-15 ل 65-49، ومنها اتوقع يكون في صعود قوي، لان لو رجعنا لورا هنا هنشوف الصعود اللي حصل من المنطقة دي كان قوي جدا، وصل لمستويات 122 واكتر كمان. احنا لو طلعنا كده هنلاقي ان السهم طلع لحد مستويات 200 ريال تقريبا، 222 ريال. فخلينا نتابع ونشوف هيعمل ايه مع بداية الاسبوع، وعلى الاساس ده نقرر هل اللي معاه سهم انعام القبضة هيستمر فيه ولا لا. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم عصير. ادي سهم عصير، سهم عصير طبعا برضو نفس الكلام، داون ترند قرب من منطقة طلب عند ال 18.96 ل 19.50، شايف ان هو لو وصل للمنطقة دي هتكون فرصة كويسة. لو كسر، وده يعني مش عايز اقول اللي بفضله، ان انا اشتري من المنطقة اللي تحت ال 17 ريال واربع حلالات لل 17.76، دي بالنسبة لي افضل منطقة. شايفين المنطقة دي كانت منطقة عرض، هنا اخترقها، نزل عمل اعادة اختبار، صعد بقوة. ولو تفتكروا احنا كنا شاريين من هنا وطلعنا معاه لل 26.90، فالمنطقة دي بالنسبة لي منطقة قوية. نزل حتى هنا، لما نزل بدأ يصعد تاني بقوة، فلو وصل للمنطقة دي وكمل صعود يعني كويس، لو نزل للمنطقة دي وبدأ يدينا برايس اكشن هتكون فرصة ممتازة جدا جدا على سهم عصير ان شاء الله. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم التصنيع. نشوف التصنيع بدأ يصعد اهو، كنت موصي عليه من ال 19 19 78 20 24، المنطقة دي لما كان هنا بدأ يصعد معانا الحمد لله، اخترق معانا منطقة عرض، فضل في المنطقة دي فترة كبيرة، اخترق الأسبوع الماضي وطلع معانا ال 24 12. أنا شايف إن ال 24 12 لو تم اختراقها، هو طبعا عندنا فوليوم عالي يوم الخميس، ممكن نشوف تصحيح بسيط، وبعد التصحيح ده لو اخترق القمة بتاعت يوم الخميس اللي عند ال 24 22 يكمل معانا لل 25 ريال، وبعد ال 25 ريال يصعد معانا لل 26 67 27 40 بإذن الله. طيب التصحيح بتاعنا ممكن يمتد لحد فين؟ أنا شايف لو نزل بقوة يعني آخره هيكون ال 22 96 وبعدين يرجع تاني للصعود، لأن المنطقة دي اخترقها وصعد على طول بقوة، في مشتري قوي دخل هنا بفوليوم عالي، فبالنسبة لي هتكون فرصة ممتازة جدا جدا لو وصل هنا وبدأ يديني برايس اكشن تاني. وكمان عندنا احنا اغلاق اسبوع جميل، اغلاق اسبوعي حلو جدا، ف يعني زي ما قلت اقصى حاجة ليه ال 22.96 ويكمل تاني، هدفي هيكون من 22.96 ل 24.22، وبعد اختراق ال 24.22 هبتدي ازود كمياتي في الشراء لحد ال 25 وبعدها لل 27.40 ان شاء الله. ده بالنسبة لسهم التصنيع. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم نادك. ادي سهم نادك، للأسف برضو السهم في اتجاه هابط وكسر نقطة دعم قوية يوم الخميس، المفروض ان هو هيكمل هبوط لحد النقطة دي 29، ومن 29 لو كسر هينزل معانا للمنطقة اللي صعد منها آخر مرة بقوة كبيرة جدا جدا وعمل قمة عند ال 45، المنطقة دي ما بين ال 26 35 لحد ال 27 35، دي المنطقة بتاعتنا. لو وصل للمنطقة دي هتكون فرصة ممتازة جدا جدا على سهم نادك، لأن هنا وصل وبدأ يصعد بضعف، يعني مش أفضل حاجة، حتى هنا الفوليوم في الصعود مش قوي. شايفين دي هنا الشمعة دي أهي، الفوليوم فيها مش أفضل حاجة، هنا الفوليوم في الهبوط أقوى منه،
فلو نزل للمنطقة اللي احنا أشرنا ليها دي هيكون فيها صعود قوي جدا من 26.35 ل 27.35، دي هتكون افضل منطقة ممكن نشتري منها سهم نادك. وزي ما قلت شايفين هنا نزل عمل برايس اكشن الجميل بتاعنا وصعد معانا ل 45.70، فبالنسبة لي نادك ما لهوش اي فرصة دلوقتي خالص غير لو وصل هنا واداني برايس اكشن كويس على السهم. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم الجوف الزراعية. الجوف الزراعية برضو السهم في اتجاه هابط، قرب من منطقة طلب كويسة عند 52 ل 53 10 اهي. خلينا بس ممكن نمسح الكلام ده كله ونرسم المنطقة من اول وجديد. يلا افتح يا سمسم. ادي الشارت بقى قدامنا زي الفل اهو، 52 ل 53 40 دي منطقة الطلب بتاعتنا. شايف ان هو لو وصل ليها، وصل ليها طبعا هنا وبدأ يصعد تاني، بس ده مش برايس اكشن. لو اشتغلنا بال HLC هنلاقي ان ده بار كويس، يعني ممكن البار ده بار بفوليوم عالي، فشايف ان هو ممكن يصعد لحد هنا لو ادانا برايس اكشن 56 40. اختراق ال 56 40 هيوصلنا معاه للمنطقة دي ما بين ال 64 40 لحد ال 65 50، دي المنطقة بتاعتنا اللي ممكن يصل ليها سهم نادك. وخلينا نشوف كده مكتشف نماذج الهارمونيك، ممكن يكون في عندي نموذج اهو، ده النموذج الكابوريا او الكراب، ده نموذج ايجابي. فاحنا المفروض عندنا هدفنا الاول بيبقى النقطة بي اهو اللي هو متوافق معانا مع منطقة العرض بتاعتنا، تمام. اخترق النموذج ده يبقى الهدف الثاني بتاعي اكس اهو، نقطة اكس دي عند ال 72 70. اختراق ال 72 70 يبقى ساعتها هدفي النقطة دي اللي هي برضو متوافقة معانا مع منطقة عرض كويسة جدا اهو، عند ال 85 20 لل 88 50. ده بالنسبة لسهم الجوف الزراعية. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم علم، برضو من الأسهم اللي لسه جديدة في السوق، ما كملتش حوالي 3 أسابيع. خلينا نشوف الشورت بتاعها، في منطقة طلب جميلة، هو السهم قرب عليها، هو دلوقتي كان في دعم هنا وكسره أهو عند 194، تم كسر الدعم ده. منطقة الطلب اللي شايف هتكون فرصة كويسة منها ما بين 185 40 لحد ال 183. بص أول لما صعد من هنا صعد بفوليوم عالي في الشمعة دي، فتح على جاب صاعد طلع من الشمعة دي، أكبر فوليوم دخل في السهم كان يوم 17/2، فالمنطقة دي هي المنطقة دي اللي فيها صنع السوق. طلع السهم 15 16% في شمعة ربع ساعة واحدة، وكمل بعد كده شايفين الصعود، يعني من هنا لهنا حوالي 12.65. ازاي؟ لا لحظة واحدة، الشمعة دي لوحدها طالع فيها السهم 15% اهو، 15.99. بعد كده السهم طلع من 183 على كذا شمعة بقى او 194 للنقطة دي اللي هي 206، طلع من هنا لهنا حوالي 12%. انا مش عارف هو حاسبها بطريقة غريبة، بس الشمعة دي لوحدها طالع فيها 16% السهم اهو، لما نقف عليها نلاقيها طالع في 16%. بس عموما ما علينا، انا شايف ان السهم لو نزل للمنطقة دي مرة تاني واداني برايس اكشن هتكون فرصة ممتازة، لان المنطقة دي فيها صانع سوق وشايفين الفوليوم بتاعه هنا كان عامل ازاي. لكن لو لا قدر الله كسر ال 183 هيكمل معانا هبوط للأسف لحد المنطقة اللي كان فيها التجميع عند ال 166. ده بالنسبة لسهم عالم. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم سلامة.
ادي سهم سلامة كسر منطقة طلب كانت ما بين 1660 ل 1760، تحولت لمنطقة عرض. خلينا نشوف فين أقرب منطقة ممكن يبتدي يرتد منها، بس خلي بالنا إن احنا في داون ترند، فالاتجاه السائد هو الهبوط. أنا شايف إن السهم ممكن يكمل هبوط معانا لل13 92 لحد ال14 54. دي المنطقة اللي شايف السهم ممكن يبتدي يرتد منها، 13 92 14 54 دي أفضل منطقة ممكن نبتدي نشتري منها سهم سلامة. لو بدأ يدينا برايس أكشن هتكون فرصة كويسة جدا لل17 60، اختراق ال17 60 هيوصلنا لل20 80، لكن لو كسر ال13 92 فاحتمال كبير يهبط. وأنا شايف إن السهم للأسف هابط بقوة، و حتى الإغلاقات الأسبوعية بتاعته سلبية جدا بفوليوم عالي، معنى إن الإغلاقات سلبية وفي تراجع بالشكل ده، إن البائع اللي موجود هنا بائع قوي ومش بائع صغير، لا ده صانع سوق بيصرف كميات معاه، فممكن يكمل هبوط زي ما قلنا للمنطقة اللي احنا قلنا عليها، ومن المنطقة دي ممكن بقى يدخل حد يبتدي يجمع هنا. وشايفين الفوليوم هنا أصلا برضو في نفس المنطقة دي اللي كانت منطقة طلب، كان الفوليوم قليل وبدأ يزيد ازاي هنا، بيعلى واحدة واحدة لحد لما صعد معاه من ال13 92 لحد ال29. فخلينا نشوف لما يصل للمنطقة دي هيحصل ايه. لو ادانا برايس اكشن كويس ممكن تكون فرصة ممتازة على سهم سلامة ان شاء الله. ننتقل للإنماء للحكير، سهم الحكير الإنماء طوكيو احنا قلناها، ادي سهم الحكير. الحكير واقف معانا عند منطقة طلب كويسة ما بين ال15 ريال واربع حلالات ال15 82، بس برضو للأسف آخر مرة ما صعدش منها الصعود اللي أنا كنت منتظره، والمنطقة دي منطقة قوية جدا. شايفين هنا نزل وصعد بقوة، بعد كده نزل عمل قمة أعلى، لما نزل هنا تاني بدأ يطلع بضعف شوية. فأنا شايف إن لازم يظهر برايس أكشن قوي من هنا بفوليوم عالي أقدر أعتمد عليه، بغض النظر عن اللي بيحصل هنا بقى، بغض النظر عن الكلام ده، مفيش اي برايس اكشن قوي هنا ظهر وبفوليوم عالي يخليني اعتمد على الشكل اللي قدامي ده. ولو كسر ال15 ريال واربع حلالات هيكون فيه هبوط قوي، فنخلي بالنا اهو، يعني حتى يعمل قاع جديد اتوقع، يعني هيكون القاع تاريخي لسهم الحكير. ما اعتقدش ان هو يعني القاع ده هيكون وصل له مثلا من 2000 و 2011، مش هيكون وصل له من 2011. فخلينا نشوف هو الخط راح فين. ما علينا اهو، لو لا قدر الله كسر النقطة اللي قلنا عليها ينزل ل 1190، وأقل من 1190 كمان تقريبا ال10 ريال و17 هلا اهو. لو كسر 15 ريال واربع حلالات ينزل معانا ل 10 ريال و17 هلله، لكن زي ما قلت لو بدأ يدينا برايس اكشن كويس من هنا بفوليوم عالي وبدأت فعلا اشوف مشتري قوي من هنا، هتكون فرصة ممتازة جدا على سهم الحكير. نيجي لاخر سهم معانا، سهم الاهلي ريت. ادي الاهلي ريت، طبعا برضو كان نقطة دعم هنا كويسة ال 12 22، كسرها طلع عمل ريتست يوم الاربع كمل هبوط. شايف ان السهم للاسف ممكن يكمل التراجعات بتاعته لحد فين، لحد ال11 86. كسر ال11 86 يوديه مباشره لل11 ريال و14 هلله، 11 ريال و40 هلله، ومنها يبتدي الصعود مره اخرى ان شاء الله لو ظهر برايس اكشن. وبكده اكون انتهيت من التحليل الاسبوعي للسوق السعودي. لو عندكم اي استفسار تقدروا تسيبوا كومنت اسفل الفيديو باسم السهم ورقم السهم، واجاوب عليه في الفيديو القادم ان شاء الله. شكرا ليكم والسلام عليكم.